بشتري كل اللي شو اليوم. حبينا نوضح انه تحركات القصيم بدات من اول جافي يعني واتفقت وتعمد في معتمديه القصيم والولايه ككل نهار 15 جانفي بعد ما صار تغيير في القائمه ونهار 16 لما يعني اعلن على وفاه الشهيد قدر الحيوي. من المنطلق هذا لما عمت التحركات القصيم كل اخذينا على عاتقنا كشباب من المعتمديات انه نحاولوا نوجهوا وجه التحركات من تحركات يعني صراع مع الامن والاحتجاجات الى انها تكون تحركات سلميه. بالفعل نجحنا انه بعد نهارين كان شفتوا القصرين كل رجعت رايضة وصارت حملة تنظيف واسعة وكل شيء والاحتجاجات من كانت احتجاجات يعني متاع سيدان مع الامن وفيها التكسير كما متعودين كانت راقية لدرجة كبيرة. لهنا راعنا انه الحكومة وعدتنا نهار 19 جانفي باش تعمل حوار مع شباب القصرين. من 19 جانفي قعدنا ل 12 فيه وزيد السيد بلال خرج على كلمه انه باش يحاول يحسن الوضعيه في القصرين وانها باش تكون القرارات باش تبدا في موفى مارس ونحن اليوم في 29 مارس ما صار شيء يعني القرارات نعطوها الكل ما صار منها شيء. بالنسبه للمطالب القصرين راي مطالب واضحه وجليله وكلها كانت موجوده يعني في قرارات السيد بلال منها مطلب تفعيل التمييز الايجابي. ماناش طالبين حاجه مستحيله لما مطلب في الدستور قانون في الدستور عنده عامين ما تفعلش طلبنا التفعيل ما طلبناش حاجه جديده طلبنا زاده كي قالوا تشغيل فرد من كل عائله قلنا خويا ما هي صعيبه تشغيل فرد من كل عائله اجا نعملوا جدوله زمنيه نحن مع بعضنا نعملوا جدوله زمنيه للعائلات الموجوده في القصرين ونحن نبادروا ان نسهل عليكم المهمه باش تقعد انت عامل اخر يعني تخدم نحن كشباب من معتمديات كل زوج ثلاثه في معتمديات يسهل عليك بفتره من كنت باش تقعد انت ست شهور باش دوره نحن كل معتمدين في ظرف 20 يوم تجيب لك الاحصائيه الكل تعمل انت جدوله زمنيه وتحلها تحل الازمه دي كيفاش؟ يعني تجيب بالاولويات تحلها بالاولويات والشعب كل راك. النقطه الثانيه ان طلبنا فتح فروع ومكاتب بكل مسألة عموميه بكافه المعتمديات عندنا في القصرين يعني الفروع الكل الموجوده كان في وسط العاصمه في القصرين في سنتر في ما فماش المعتمديات الكل على ورقه نتاع ما يلزم يهبط القصرين، على ورقه نتاع ضوء يلزم يهبط القصرين، يعني نحن طلبنا جل الحلول اللي هي سهله، الدوله لهنا المشكله اللي وقعت في الدوله انه من نهار 12 فيفري تفهمنا باش نعملوا جلسه حوار لهنا مع رئيس الحكومه وزير التشغيل وزير الماليه ووزير التنميه، باش نعملوا جلسه حوار نشوفوا واش عندنا واش ثم ونحاولوا كيفاش نصلحوا الوضع في القصرين. كي جينا للجلسه يعني اولا غياب رئيس الحكومه، ثانيا وزير التشغيل وزير التنميه طالبوا باش نعطوهم مش عنا ويسمعونا كهو يعني لا باش ياخذوا قرار لا باش يحاولوا يتناقشوا معنا كيفاش نصلحوا الوضع الشيء قالوا هذا كي اسمع عليكم تو سي وفرت مهمه نجم تراك بينما لهنا الخطا الكبير انه انت اذا كان بعد شهرين وخرج السيد بلال نهار 21 جانفي وقال مطالبكم مشروع وسمعناها وكل شيء ورانا باش نحاول تجي انت بعد نهار 12 فيفري تقول لي شنو هو مطالبكم يعني لها تمييع وتسويف ومماطله بطريقه اخرى. نحن طالبين تو ماناش باش نطولوا، نحن السلميه نتاعنا عندنا 48 يوم تو بدا وزاره التشغيل، 48 يوم الظروف اللي قاعدين فيها يعني منعونا من ابسط مقومات الحياه من خيمه. من انه يجينا يعني اللي يجي يزور ولا يجي يسال تصير عليه بحث امني كامل، ديجا سي عبد الرحمن حاضر العينه منهم شاب من الشباب جاي يدعم فينا ولا له بحث امني علاش تسند فيها وانت تخدم وعلاش هما كسرانيه وانت منها، يعني لاحظنا انه هذه التصرفات تاع البوليس والدوله ديما فهمنا، اش قلنا؟ قلنا حاجتنا بحوار يا دوله نحن رانا شركاء في البلاد هذه، راي تونس نحن هي جزء منا، نحن الوطنيين تاعنا تخلينا ان نحاولوا ما عادش نكونوا مواطنين استهلاكيين، يلزمنا نكونوا مواطن منتج، والمواطن المنتج من رايه يلزم يفعل الموجود على الواقع يفعل في قرارات كيفاش؟ القصرين تعرف الكل فيها يعني من 2011 دخلت فيها يعني غول الارهاب وبدا يتعمم الغول هذا. إذا كانت الدولة حامل على عاتقها مكافحة الإرهاب يلزمها ترجع تبدا من الأول، مكافحة الإرهاب راهي زوج استراتيجيات، في استراتيجية واحدة هي مكافحة النتيجة والأسباب. إجا نبدو من تو نعملوا حوار ونشوف شنو هو الأسباب نتاع الإرهاب اللي هي الفقر والتهميش ونشوفوا حلول. كيفاش نخدموا على ثلاثة وأربع سنين باش البلاصة هذيا ما عادش نخلوا فيها يعني غول الإرهاب يكبر باش تونس بعد تولي آمنة. يعني على هنا مانيش باش نطولوا حاجة واحدة بينا أن الدولة تعرف الواقع نتاعنا. يعني واقع جديد ماهوش واقع 2009 ماهوش واقع 2000 هذا واقع 2016 هذا الارهاب اكبر هذا الفقر تعم هذه نسبه البطاله من كانت 11 و12% وصلت 15 و16% هذه في القصرين وصلت يعني نسبه البطاله تو اكثر من 22% 26% نسبة الفقر 36% يعني كي تجي تحسب النسبة دي على 460,000 ولا 470 تلقاها 100 واش 113,000 و114,000 بطالة في القصرين أفراد
ماذا بينا نقول للدولة نسهل هناك المهم نحاولوا انه نصلحوا البيت، نعملوا جلسة حوار، نحن عندنا مقترحات وانت عندك السلطة، نجم نشوفوا حل باش البلاد هذيا ترك حراوة القصرية اللي تو فيها المعتمديات الكل معتصمة. من 16 جانفي بدات الاعتصامات في القصرية، المعتمديات الكل معتصمة، مقر الولاية من نهار 19 جانفي و20 بدا فيها الاعتصام إلى حد الآن نحن هنا 48 يوم، يعني هذه طريقة تاع دولة إنه ما تسمعش المواطنين بتاعها، إنه المواطن يحس إنه المواطن بتاعه منعدمة. راهو هذا يولد يعني صراع بين الدولة والمواطن، نحن ما نحبوش ندخل في الصراع بين الدولة والمواطن، نحبوا نحن نكونوا حماية الدولة هذيا، حماية بأنه ناخذ حقيقة نحسوا بكانونتنا، نحسوا بمواطنتنا، باش نحن بدورنا نكونوا نحن الجلود الوالى قبل الجيش والأمن، نحن باش نحمي الحدود. نا غدوة وفلان وفلان اللي في بن قردان واللي في القاسعين واللي في قفصة، ذوك باش يحمي الحدود قبل الجيش. وما نطولش عليكم.